السلام عليكم جواراتي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم جيده ان شاء الله. اليوم انا مع فايقه من الناس، وكان عيني مجقلين. فايقه معطله اليوم، صباح شويه مريضه. هيا انا البنات، هذا كان الفطور تاعنا تاع النهار. صيبت حريشات. صراحه الحرشه عندي واحد الطريقه كتكون ساهله ماهله، كندير فيها غير الماء، كتجي زوينه بزاف، اسهل ما يكون. المهم البنات، هذا النهار كنت صيبتها ولكن ما صورتش الطريقه، غير هي انا غدا نشارك معكم فيديو قادم الطريقه في نهار اخر عاود صيبتها، حيت هذا النهار صيبتها وعجبت الدراري بزاف وكلاو فيها بزاف. انا فين ما كنصايب حاجه كيبغيوها الدراري وكتعجبهم هكا الفطور. المهم شاركت معكم غير الشكل ديال الطبيله هكا، مجموعين على انا وليداتي وبابا وراجلي، ودرت اتاي بسكنجبير والحامض والعسل الحر. المهم ان شاء الله نشارك معكم الوصفه ديال الحاجه في فيديو قادم. اليوم هذا هو الاوردر اللي غادي نباكي ان شاء الله. عندي اوردر ديال لوحات، هذه ديال صوره الاخلاص طويله ديال 2 متر بالبسمله ديالها الذهبي. اوردر جاني من الموقع اللي متصل مع ايتسي www.imanartisan.com، وكذلك هذا تواجدني من الناس المصدر. هذا اوردر ديال الزواقه، فيه غير هذا الاوكتاغون وفيه هذه الكنيتات هادو. المهم بعض المرات ملي كيجيني شي اوردر بعض الناس كيكتبوا لي ميساج انهم راهم متابعيني في اليوتيوب، فالله اعلم يقدر يكون شي وحده من الناس اللي اوردر وهادو راه يكونوا نيت متابعيني، فغنباكي الاوردر ديالهم ان شاء الله. مهات كيف قلت لكم قبل، يعني كنحاول نشارك معكم دابا ملي يكون كنباكي شي حاجه نشاركها معكم بالتفاصيل. بالنسبه للبنات اللي بغوا اوردريو، نعاود نقول لكم اوردريو عبر الموقع www.imanartisan.com او عبر الفيسبوك. تدخلوا الفيسبوك وتمشيو للشوب، يمكن لكم تاوردريو من الفيسبوك كذلك. دابا نخليكم نمشي نباكي هذه ان شاء الله ون نقعدها. بنات بغيت نوريكم جفاف تصايب غير راسو، كيف قلت لكم كان تخسر، لكن الحمد لله تصايب غير راسو. دابا عاد خدام، تلاحظوا الفرق كيفاش كيخدم، تقطع بوحدها ماشي بحال الفيديو اللي كتوريكم فيه فاش خسرت. يعني ملي كتوركي عليها كتبقى لتحت، كتبقى خصك تسناي باش تطلع. المهم دابا كنصيق ودست من حتى هذا الشيء اللي عندي هنا، كنت نوري لكم ونقول لكم شنو وقع البارح. البارح وصلتني هذا الاوردر، وصلني في كرتونه، حليتها على برا، لبست الليكات ديالي وحليتها على برا ولحتها في الزبل على برا. عاد سست شي حليتها وسست هذا الشيء ولحتها ولحت الكلوفز. عاد دخلت للدار خديت كلينكس ومسحتهم، مسحتهم كلهم وخليتهم هنا، ما بغيتش بقى نقايتهم، علاش بقاو هنايا؟ عاده كنطلع الحاجه دغيا كنجربها ونقعدها وهادي وهادي، خليتهم هنايا ما بغيتش نقايتهم. المهم البنات نوريكم شنو خديت. خديت هادي، هادشي كله خديته من شيين. المهم هادي ماشي، المهم هادي ماشي كولابوراسيون ولا شي حاجه، يعني خلصوا راسي. خديت هادي و تنجربها، هادي ديال الكيك، كتجي الكيك هكا. وهادي على حسب تكتبي فيها اللي بغيتي، بغيت نجربها. وخديت هاد المرايه، بغيت نديرها في البلاصه ديال الميكاب ديالي كيشعل فيها الضو، تنجربها ونعطي لكم الاخبار. خديت هادو، حتى هو الضو اللي كيلصق في المرايه. خديت هادي ديال كتعمر لي كاب كيك ديال الكيك. وخديت هادي، اللي كتعطل الجو، بغيت نعاود ندير فيها هكا زيت اوكاليبتوس ولا زيت الخزامه باش نعطل الجو في الدار الفوقانيه. وخديت هاد السورفيطه، المهم البنات نوريها لكم. هاد اللون انتم البنات، فيها هاد اللون وفيها الفضي. المهم تنوريها لكم ان شاء الله كيف تشتري في اللبسه. يلا كنت لقيتها دايرين ليها برومو في شين، كانوا دايرين ليها 14 دولار، خديتها ب 14 دولار. المهم على قبل صراحه صدقت نقضي هادشي، حيت بغيت ناخذ فري شيبينغ، صدقت كنقلب على كلشي لي انا خاصني ولي كنت باغاه. المهم صدقت كملت من 14 دولار كملت مع شي كدا 70 دولار. المهم البنات نمشي دابا نكمل السياق ديالي، دزت غير من حدا الاولى نقول لي نوري البنات لي تجفاف تصايب ونوريهم شنو تقضيت. صافي هنا كاين عندي واحد الاوردرات. صافي البنات كملت المسيح داك الجفاف، وقع لي حيت عرف جفاف خرج جاي ليه داكشي علاش تصايب.
اوردر ديال جفاف اخر شكل اخر الساعه هذا دابا تصايب، ولكن ما غاداش نكانسل الاوردر الاخر حيت غنقدر نخلي الجفاف الاخر للفوق. هنايا خليت هاد البلاصه كيلعبوا فيها الدراري هنا في الليغوس. بغيت نوريكم البنات هاد الفرحه ما تمت الصراحه، فرحتي بالصالون المغربي ما كملتش، كنت خدامه على الصالون المغربي. المهم كنت ديجا كنت وجدت لكم واحد الفيديو، درت لكم جوله في هذه البلاصه وريتكم كيفاش بغيت ندير الصالون المغربي، وشاكت معكم فاش جاب لي النجار هذا الخشب. المهم غنخلي لكم اللقطه فاش كنت درت هذيك الجوله في هذه اللقطه هذه. السلام عليكم جواراتي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم جيده ان شاء الله. اليوم انا مع فايقه من الناس، باقي عيني مجقلين، فايقه معطله اليوم، صابحه شويه مريضه عيانه، لكن دابا بغيت نصور لكم لانني بغيت نوريكم واحد البلاصه فين باغا ندير واحد الحاجه اللي كتعجب جميع المغربيات، اللي ضروري منها في كل بيت مغربي، هتكونوا عرفتوني علاش كنهضر، اللي هو الصالون المغربي. كنت شحال وانا كنقول غدا ندير لكم واحد جوله نوريكم فين باغا ندير الصالون المغربي، ولكن ما كتبش حتى اليوم. فاش عاد فقت عيط ليا النجار قال لي راني وجدت لك السديدرات ديالك، واش نجيبهم لك؟ قلت ليه جيبهم علاش لا. قال لي وقت ما كنت غادي نجيبهم، غادي نعيط لك ساعه قبل باش توجدي لي البلاصه باش نجيبهم لك. فقلت انا نيت نصور البنات نوريهم فين غادي ندير السدادر، ونشارك معكم شنو باغا ندير ان شاء الله. واخا راه ما يوصلوا السدادر كاملين، غيوصلوا غير داك الصنادق اللي كيكونوا لداخل، اش كيقولوا ليهم السداري، كيقولوا ليه اللي كتحط فوق منه البونجا، اما الوجوها والصنادق ديال القناص والتكايات باقيين، لان ماشي النجار اللي غادي يصايبهم ليا، غدا نوجدهم لي انا، غدا نجيبهم لي ان شاء الله، وهو غادي غير يلصقهم ليا من بعد حتى يوصلوا. باقا ما وجدتهمش ليه، علاش؟ لانه بغيتو يصايب ليا، بغيتو حتى يصايب ليا هذاك البيز اللي كيدار لتحت وعليه العبار. غدا ان شاء الله نجيب الوجوها، غدا ان شاء الله ملي نجيبهم نشارك معكم شنو غدا نجيب ان شاء الله. باغا ندير شي حاجه زوينه، الله يسهل فيها يا ربي امين ان شاء الله، حتى يكمل الصالون المغربي ونعاود نوريكم ان شاء الله ملي غادي نوصلوا ان شاء الله. فدابا غادي يجيو غير كيف قلت لكم غير البيز غير الصنادق، نعرفوا بعدا كيفاش غادي يجيو ان شاء الله، ومن بعد نجيبوا الوجوها ونلصقوهم. المهم الصالون المغربي بشويه بشويه تنوجدوه هنا في ميريكان. تقولي لي شنو درتي الصالون المغربي اللي كان عندك؟ صراحه كنت ناويه ان هذوك جوج سديدرات اللي كانوا عندي كان فيهم جوج متر وجوج متر نكمل عليهم، لان نفس النجار اللي غيخدم ليا هو اللي خدمهم ليا، يعني يقدر يدير ليا نفس الخدمه، نكمل عليهم وندير الدوره. ولكن بغيت نبدل، بغيت ندير شي حاجه، شي حاجه زوينه، بغيت ندير شي حاجه، حتى هذوك زوينين، ولكن بغيت ندير شي حاجه اخرى، بغيت ندير شي حاجه، بغيت نبدل الصراحه، بغيت نبدل، لان هذوك شحال هما عندي دابا تقريبا ثمان اربع سنين هما عندي، فما بغيتش ندير نفس الشكل عاوتاني يبقى عندي، ولكن هذوك حتى هما غيبقاو عندي ان شاء الله، غادي نديرهم في البيسمنت، اقتريت نديرهم في البيسمنت. اصلا البيسمنت عنده فين يداتها هو الصالون المغربي، نقدر حتى هو الا بغيت كاع نكبرهم نديرهم في البيسمنت، ولكن انا اقتريت نخليهم غير هما جوج هكاك في البيسمنت، باش هكا بابا اللي كان بغى يجلس تما في البيسمنت يتفرج هكا في التلفازة يجلس فيهم، ولادي الا بغاو يتفرجوا في التلفازة يجلسوا فيهم، بحال كان جا عندي شي كاستمر ولا شي وحدة بغات دير الحنة ولا شي حاجة نجلسوا فيهم ان شاء الله. ف اختاريت انني نخليهم، غادي نخليهم في البيسمنت، ولكن مبغيتش نديرهم في الصالون ديالي. دابا انا فين كنهضر معاكم، كنهضر معاكم من هاد البلاصة فين غادي ندير ان شاء الله الصالون المغربي، فغادا ندير لكم واحد الجولة فيها كيف كتلاحظوا البنات. انوريكم انوريها لكم، لانه عندي ما نجول فيها دابا، ما كنفرجها ما والو، فغادا غير نوريكم فين جات وكيفاش جات وعلاش اختاريت ندير فيها هي الصالون المغربي، فخليكم معايا البنات. هاد البلاصه فين بغا ندير الصالون المغربي اللي هي هادي، جات مع الدخله ديال الباب هادي هايا. المهم البنات هذا هو
الفضاء اللي بغيت ندير فيه الصالون المغربي. كيف غتلاحظوا جات مع الدخله ديال الباب، هذا هو الدخله ديال الباب، ندخلوا من هنا. ف كتجي مباشره على اليمين تاعو غتلاحظوا، وعلى اليسار ديال الدخله ديال الباب، على اليسار ديال الباب ديال الدخول كاين هاد داينين روم. هادي ديجا كنت صورت لكم منها، ولكن صراحه عمرني ما درت لكم فيها جوله. بقى داينين روم ديال الضيافه، وفي نفس الوقت حنا نقدروا نستعملوها هكا مره، لان كاينه داينين روم اخرى ديالتنا حنايا اللي كاينه في الجهه الاخرى ديال الكوزينه. حاليا حنا كنستعملوا هادي، حيت الداينين روم الاخرى الطبله ديال الماكله الاخرى باقا ما وصلوش الكراسي ديالها، فحاليا حنا كنستعملوا هادي. فعلى مقابل معها كاين هاد الفضاء هذا. هذا هو اللي اخترت ندير فيه الصالون المغربي، لانه غادي يجيني مخير هنا، يجيني مزيان. غادي يبقى الصالون المغربي ديال الضياف، وفي نفس الوقت نقدروا حنا نجلسوا فيه نستعملوا، غيبقى الصالون ديال الضياف. حيت عندنا عاوتاني حنايا ليفين اريا ديالتنا حنايا فين غنجلسوا فين نديروا الفوتاي، لان اللي مجرب الفوتاي ملي كتجلسي في الفوتاي كيعاود يجيك الفوتاي في الجلسه اريح. ولكن الصالون المغربي والفخامه يعني شي حاجه كتكون تاع استقبال الضيوف وتاع هذا ديال الناس. المهم غادي في الاول فكرت، يعني كان عندي بزاف الافكار كيفاش غادي ندير الصالون المغربي. كنت حيره بين ثلاثه الحالات. الحاله الاولى هي انني نشد الصالون المغربي يعني استدر نديرهم من هذا القنص ويدور حتى لهذا القنص حتى لهذا القنص. هذا الحالة الثانية، هي نزيد سدار اخر يوصلني هنايا. صراحة هاد الحالة الثانية كون هاد الكونت هذا ما عنديش فيه هاد هادي، كنت نقدر نديرها يجيني صالون مغربي داير على كل شيء. ولكن بما ان هادي كاينة، بما ان هاد الكونت هذا هنا عيجيني سداري خارج وهنا ما غاديش يجيني، فغادا تجي شويه معنكشه ما تبانش واحد التماثل. انا كيعجبني التماثل ف فك في الفراش وفي حاجه يعني في التصاميم. فالحاله الثالثه هي نبداه من هن ونخلي واحد الفراغ وندور ونحبس هنا، بحيث ان التكايات الوجه ديالهم من هنا الا كانت فيه شيء، بحيث ان التكايات الوجه ديالهم الا كان باين يبان زوين يعني يبان. في حين الا درت على الحيط غدا التكايات الوجه ديالهم اللي من هالجيم ما غاديش يبان، ما غاديش بحال غدا يموت ما غاديش يبان. وانا بغيت التكايات بغيتهم ماشي ما بغيتش، يعني كاينه حاله انني ما نديرش التكايات كاع في خطره، ولكن انا بغيت التكايات صافي ان شاء الله. المهم من بعد ما فكرت مزيان مشيت مع القرار اللي غادي نديرو من هنا ويبانو التكايات، يبقى هذا الفضاء هذا نقدر ندير فيه هكا شي طبله ديال اللي كتبغي تنقل، يعني طبله اللي كتكون كتجر الا بغيتي تحولي الماكله اولا ندير شي ديكور. نقدر ندير هنايا شي هكا فيترينه، شي نقدر ندير هنا شي ديسبلاي ندير فيه ديكورات عندها علاقه بالصالون المغربي. فصافي قررت انني غدا ان شاء الله نبدا من هذا القنت، وعيجي سيميتري يعني يجي متماثل نفس العبار. السداري اللي هنا والسداري هنا غيكونوا نفس العبار، وعاد السداري تما. المهم ان شاء الله البنات حتى يجيب النزار البيز ونعاود نصور لكم ونوريكم كيفاش غادي نجي ان شاء الله، لانه ديجا جابوا هذوك جوج كراسي هذوك اللي تما نقدر نحيدهم من تم. فاش جينا لهاد الدار كاينهم كاينين، ما داوهمش الناس اللي كانوا في الدار ما داوهمش معاهم، فبقاو عندنا صافي. البنات جاو هنايا جوج شراجم فيها، فغادي تجي مزيانه. المشكله اللي كانت واجهتني هو ان هنا هذه خارجه تقدر تعنكشني مع السدادر، ما يجيوش كيفاش يتحطوا المخاد. نقدر نشوف كيفاش ندير، نقدر ندير شي مخده اللي تما ما يكونش مخده طويله. المهم حتى نشوف كيفاش غادي ندير ليها. صافي جات هنايا كما قلت لكم جوج شراجم ني يدخل الضو. عندي تما خوامي هنا هاد البنات، هاد حتى شنو هاد الخوامي هادو اللي هنا، هادو اللي كيكونوا هكا في الشجر، باش نوريهم لكم نعاود لكم شنو وقع. واخا
كيجيني كنحلهم بسهوله، ولكن كنبغي غير ناتي مابغاش يتسد. شوقع ليا قبيله فاش بغيت نحلهم، ماشي هنايا، بغيت نحل ديال الداينين روم. انا نوريهم لك، نوريها لكم حتى هي عندها نفس الشكل، نشوف واش عيبغي تحل ليا. فاش بغيت نحلها ضربت لي ضربت لي هادي، وبرك الالارم ديال اي دي تي، ومشيت وركت عليها ما عرفتش كيفاش ندير تنطفي، وركت على هاد البوطون طفى. ساعيت لراجلي قال لي راه الا ما طفيتيش بطريقه صحيحه راه يقدروا يجيو البوليس يشوفوا شنو واقع، يعني بحال والو يجي والله يحفظو صافي. المهم فهاد اللحظه فاش قبل فاش كنت كنصور لكم وقعت ليا وقطعت وكملت معكم الهضره. المهم البنات ما عرفتش كيفاش ندير تنحل هادي. المهم البنات انا نعاود لكم بلا ما نحلها حتى ما بغاش تحل ليا. كنعرفها نسد راجلي ولا كيعرف يحلها. كنا فاش تحولنا لهاد الدار بغينا نحولو نبدلو، زعما كاين هادو اللي كيكونوا في الشراجم نبدلوهم كلهم. فاش عيطنا على واحد الشركه على اساس يبدلوهم لينا، وجاب داك يعطينا الاشكال اللي عنده الاثمنه وداك الشيء، ويقول لنا قال لنا هاد الشكل هذا هو من يعني اغلى شكل، يعني قال لنا اقل ثمن بالنسبه لي الوحده 600 دوران الوحده، اقل ثمن، هذه اقل ثمن بالنسبه للش... قال لنا على الشكل اللي عندنا. عجبني قال لنا هكاك، وانا نشوف راجلي جاب فيا راجلي، وحنا نقول لي ثانكيو ثانكيو. صافي صافي ملي قال لنا هكاك صافي بقى كيورينا داك الشكل اللي عنده وشي لاخر، وانا نقول راجلي من بعد ما مشى يعني جا عطانا غير اوبشنز، ولكن ماشي مضطرين اننا نشرو في نفس اللحظه نصايبو في نفس اللحظه. صافي ملي مشى وانا نقول راجلي قلت لي صافي بلا ما نبدلوهم. لا احنا قاعدين على 600 درهم الوحده دابا، قلت لي خليتها من بعد نبدلوهم. ايوا صافي صافي البنات، ان شاء الله حتى يجي النجار ونوريكم ملي غادي يحط لينا هذوك البيز هذاك السدادر واخا ما فيهمش الوجوهه كيفاش غادي يجي في الفورمو. ووقت ما ان شاء الله جبت الوجوهه وكملت الصالون المغربي ضروري ندير لكم شي جوله في الصالون المغربي ديالي. المهم ها انتم معايا البنات. المهم البنات بما جاب لي النجار هذاك البيز، عندي لكم واحد الجوله دغيا في هذا الداينين روم اللي باقا ما درت لكم فيها جوله، ولكن غير صورت لكم كذا فيها كذا مره، فغادي نوريكم كيفاش قديتها ان شاء الله كيفاش جات البنات. هذا هو الشكل ديالها من بعيد. جات هاد الزربيه التقليديه هكا زوينه، جات هكا وجات فوق منها الطبله. هاد الطبله هي ديال 8 الكراسه، ولكن حنا خصينا نخليو فيها غير 6 الكراسه، وهذوك الكراسي اللي درنا في داك الكونت كيديروا فهاد الجهه فهاد في الجناب، وهادو اللي كيكونوا عاديين كيداروا هكا. فما بغيتش انا بقى معمراها هكا بالكراسه، فاختاريت انني ندير فيها الكراسه العاديين بحال هكا، وهذوك اللي كيداروا في الجنب درتهم في القناه بحال هكا. ملي كيكونوا هكا 8 الناس كنعاود نقاده. دابا حنا غير السه لاننا دابا كنستعملوها، فحنا غير السه راه كنخليها غير هكا نيا. درت فوق منها هذوك الديكورات اللي كانت جات ليا صفاء، جاو زوينين فيها الصراحه. باقا باغا ناخذ هذاك الرانر اللي كدير في الوسط، ما عندي الرانر ولكن ماشي في العبار ديالها، عندي غير صغير على حسب الطبالي اللي كانوا عندي صغار من هكا، ولكن هاد الطبله خصني رانر كبير، فبغيت ندير عليه اوردر باش نديرو فيها الرانر. كيعطي واحد الجماليه للطبله، رانر كيكون غير بحال هكا غير في واحد هذا ما كيكونش الطبله كلها. صافي وفيها هاد الفيترينه بحال هكا. هاد الفيترينه باغا ان شاء الله حتى ناخذ ليها المواعن كثر اللي تواتاو معاها. دابا حاليا دايره فيها غير اللي قسم الله داكشي اللي كاين. المهم البنات هنا المواعن اللي كانت جابت ليا غيزلان فلاحظتو ديال الكريستال، جاو زوينين هنا، كنفكر نقدر نزيد منهم هما ونكمل بهم في الفيترينه كلها. حاليا مع هاد الفيترينه راه كيشعل فيها الضو، ولكن خاصني نبدل لها البولات، تنبدل لها ان شاء الله البولات. هنا درت واحد السيت ديال القهوه هنا، وهادوك ديال الماء ولا ديال العصير. هنا كذلك درت سيت ديال القهوه عندي كامله.
هي كتعجبني في حقيقة هاد الست. وهنا درت واحد الست حتى هي ديال القهوة ولا ديال الشاي، هادي كنت خديتها من امازون. راه كانوا البنات سولوني فاش كنت تحت النار وليتها، قالت لي واحد الاخت قالت لي عافاك ورينا منين خديتيها، خديتها من امازون، تنحط لكم اللينك ديالها. وحتى هاد الست هادي راه خيضة هاد هادو من امازون، وهادو كنت خديتهم من برلينتون. صافي، وهنا كاين هادو تما كيعجبوني. كنت خديتهم من برلينتون كنظن، ولا يا من برلينتون ولا لا، كنت خديتهم وكلا من مارشلز، كنت خديتهم من مارشلز. تما الشكل ديالهم زوين. صافي، وهنا كاين هاد الايلاندر، هذا كيجي تا هذا مع الطبله كيتحرك في العجلات، دير فيه غير هذا الورد. هذا كان جبت ليا صافا، راه خصو يتبدل. وهنا هذه غير محطوطه ماشي ديكور، غير كنت واحد المره كنصور واستعملتها وخليتها تما. هذه هي التريبود اللي كنت قلت لكم كانت خديت زوينه صراحه. كتخدمي هذه كتركبيها مع الضو، وكتدي لك الضو. بغيتي نخدمها لكم، كتقدروا تبدلوا الضو ديالها زوينه. حتى نخلي لكم الرابط ديالها، خديتها غير من امازون. هادو اللي في الجناب هنا هادو غير اللي كيغطيو هاد الطبله، حسب تغطى الطبله. صافي، وجات هاد التريه فوق منها بحال هكا، ها هو الشكل ديالها. سلام بابا. صافي، وهنا الدروج اللي كيطلعوا على الفوق. يا سبا فلاش كامي. وهنا الدروج اللي كيطلعوا على الفوق جاو على اللي من تاعها. صافي، وهنا بلاصه فين غندير الصالون المغربي ان شاء الله حتى تفرش وغادي يزهى. انتوا البنات هذا هو المقطع اللي قلت لكم كتكون يعني كنت مصوره من ناحيه الصالون المغربي، كنت باغا نشارك معكم فيديو زعما كاين المراحل كل شيء. ولكن ملي وقع المشكل صافي تصدمت، يعني ما بقيتش شاركت والو، ما بقيتش كاع بغيت نهضر كاع على الصالون المغربي. وقعوا صراحه مشكل في الاول، ومن بعد هادشي ديال كورونا كمل عليا كاع، ما بقيتش كملت فيه. انا هضرت مع النجار الاساس هو يصايب ليا باش ياخذ ليا عبارات مقاده، يصايب ليا داكشي مقاد من بعد انا نجيب ليه. قلت على اساس نجيب ليه انا الوجوهة ويدير ليا داكشي مقاد ومتقون. النجار ملي عبر ليا ماده ما جا في هذا الشرجم هذا، كيف كتلاحظوا كيفاش هذا الشرجم، غنقول لكم اشنو وقع. النجار ملي جا حط ليا الصندوق، الصندوق ما تخشاش لان هو دار عبار ستوندار، الصندوق دار العبار اللي هو عنده في الكباري اللي كيخدم به كاع الناس، ما انتبهش ان كاين شرجم تما باش يغير العبار. فمن يحط الصندوق، هذاك الصندوق اللي تما تحط جا مزيان، جا ملي تحط هذا لقيناه ما كيتحطش مزيان. فراجلي تصدمت، انا تصدمت، ما عرفناش شنو نديرو. هو قنعنا قال لينا ماشي مشكل قطعوا، انا نقطع لكم الشرجم من هنا ونقطع لكم من هنا. راجلي انا ما قبلش صراحه، ما قبلش في الاول. انا في الاول بغيت عاد تحط الصندوق، بغيت عاد تقاد صافي، بغيت كنت باغا الصالون يكمل، وافقت ليه صافي. وبديت كنقنع في راجلي، يعني اقتنعت بالهضره ديالو كيفاش شرح ليا، بديت كنقنع في راجلي. حتى راجلي وافق وما كانش قابل صراحه، يعني حتى راجلي وافق ولكن ما كانش عاجبو الحال. صافي قلت لي يلا صافي بالي عاد ديرها. صراحه البنات ملي دارها ضرتني خاطري بزاف، ما عجبنيش المنظر بصفه نهائيه، ما ارتحيتش. يعني بقى هذاك هو قال لي على الاساس غادي ما يبانش، ولكن ملي يعني خاصك تضغطي عليه هكا عاد شويه ما كيبانش، ولكن كيبقى يعني الشرجم راه مقطع. صافي ما بقيتش عارفه شنو ندير، ما بقيتش عارفه انني كيفاش ندير تنكمل الخدمه، ما بقيتش قدرت كاع نتواصل مع الناس اللي غادي يصيبوا لي الوجوهة. حرت بزاف بزاف، كنقول قبل ما نكمل في الخدمه ندير حل،
من من ما نكملش وعلى الاخر يبقى انايا، واخا يكمل يسار المغربي وندير طلامط وندير مضارب وندير الوجوهه وكل شيء، ونبقى ديما فيما نشوف هاد الجهه. انا دابا فيما كنشوفه كتعصبني، كنقول يعني ما كنرتاحش ليها، كنقول يعني ملي نكمل الصالون المغربي غنبقى ديما ما نرتاحش ليها، خلاص انني باقا ندير خوامي، ما عنديش كيفاش ندير مثلا خوامي. يعني الصندوق خصو يكون حطو هنايا باش يجي مزيان، يعني النجار كان خصو يدير عبار ديال الصندوق، ما يتبعش الكباري، يدير عبار ديال الصندوق اللي يليق ليا انا ما حد لقنت. ولكن هو ملي ما لقى راسو ما قادش العبار، قنعنا بهاد الحل. تقنعت في الاول ولكن من بعد ما ارتحيتش هاد الحل بصفه نهائيه، فتواصلت مع النجار قلت ليه انت راه عندك امكانيه انك هاد الصندوق هذا كباري، يعني يخدم لكاع الناس، يعني اي واحد ما عندوش شارج ما عنده غير كنت عادي بحال هكا غيخدم ليه هاد الصنادق، غيخدموا ليه. بالنسبه لي انا ما خدامينش ليا، وطلبت منه قلت ليه واش ممكن انك حاجه اخرى. انا خلصتو في الثمن ديال الصندوق كامل، خلاص خلصتو على اساس الصندوق كامل. وفي الاول قال لي غادي يدير لي صندوق، فاش جابو جاب غير فريم، يعني هذا ماشي صندوق، هذا ما كيتحلش. قال لي حكا على هادو ما كيتخدموا الصندوق، رغم انني انا من بعد شفت ناس يعني كيتخدموا الصندوق. فتواصلت معاه قلت لي شوف، اولا انا بغيتو صندوق وتعطيتيني الثمن على اساس انه صندوق، ثانيا ما درتيش ليا العبار على حسب الشرجم. فقلت ليه الا ممكن شوف هادو خذهم، تقدر تتعامل معهم مع ناس اخرين اللي هما باغين على هذا الشكل، باغي ما باغينش الصندوق وباغين فريم وهذا، وانت ما عندكش مشكل. في حين وصايب لي انا وحدين اخرين يعني يجوني صندوق وفي نفس الوقت يجوني في هذاك الكونت. في الاول يعني ما عجبوش الحال وهادي 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 وهادي، من بعد قال لي واخا ولكن تسناي وقت ما جاوبوني شي حد بغاهم عاد نقول لك وعاد نجي ناخذهم من عندك. يعني دابا راه هادشي اللي كنهضر لكم عليه انا راه من شهر واحد واقيلا، من شهر واحد هكاك، مهم دابا راه شهر ربعه وباقي ما كاين شحال. مهم دابا خلاص من اللي وقع هاد المشكل ديال كورونا وهادشي ما يعني ما انا براسي ما بقيتش عارفه شنو ندير. المهم هاد الصالون الذي لم يكتمل الى اشعار اخر، صافي رجعنا هاد البلاصه باقي كيلعبوا فيها الدراري. عندنا كنقولوا لهم ديروا لعابكم هنا ولعبوا هنا، ديروا لاكو هنا، ديروا البلوكس هنا، ديروا كلشي هنايا. والله بعض المرات كنقول نسدو حيت الباب كيتسد لفتره، ما بقيتش بغيت كاع نشوف هاد الصالون، انا فين ما كنشوفو كنتعصب، حيت كنقول نسد عليه بحال هكا ما بقاش نشوفو. المهم البنات هادي هي قصتي مع الصندوق الذي لم يكتمل. المهم كيف كتلاحظوا راه سياق الدنيا جمعتها، اليوم دايرين ان شاء الله كسكس. نوريكم الطريقه كيفاش، نوريكم كيفاش عاد كنطيب كسكسو، حيت عندي مشكله ديال البرمه ما كتخدمش ليا البرمه ديالتي فوق الاندكشن، فعاد كندير اللحم يطيب هنا في الكوكوب، او كندير الخضره طيب هنا في هاد لي ديال هاد الكميله ديال الاندكشن. هنا كاع الخضره كاينه. اليوم درت اللحم ودرت الدجاج، درت الدجاج هنا كيعجبني بعض المرات نخلط اللحم والدجاج في كسكسو كيجي زوين. درت الدجاج هنا والخضره ديال الكسكسو طيب هنا. بما سالت الكوكوط غدا نبدا عندي واحد الكسكاس ديال واحد البرمه عندي صغيره جاتني في هذا الكوكوط، يعني جاتني في العبار ديال الكوكوط، صافي دغيا كتفور ليا في هذا الكوكوط ملي كندير براونين، دغيا كيفور ليا كسكسو، فعاد كيجيني كسكسو ساهل ماهل. صافي البنات وشوفوا البنات هذا الطاجين كنت عواله البارحه نطيب الطاجين، ودرت هذاك اللي كدير تحت منه في الاندكشن ولكن ما خدمتش ليا مزيان، ما خدمتش فرجعت طيبته غير في كميله عاديه. بصح هادشي في شيت الغلاقه دار الكسكسو البنات. حنايا هاد السيمانه تقريبا درناه، هادي وقال مرات شي 10 ايام دابا تكون هادي المره الثالثه نديرو، حيت عزيز علينا كسكسو بزاف وراجلي كيحماق على شي حاجه كسكسو وبابا يزيد لي كسكسو، فكيعجبنا نديروه. خلاص يوم الجمعه يجي يعني النهار ديال الكسكسو. البنات كنسقي دابا، بغيت نوريكم البليله شحال جات خاطره. البنات الطريقه ديالي في التسقيه دائما كنبلل الكسكسو هو الاول،
عاد كنفرق الخضره وعاد كندير اللحم باش كنتاكد انني مرقت كسكسو مزيان عاد درت الخضره. المهم البنات انا غنسكي ونوريكم الشكل النهائي. شوفوا البنات المريكه شحال خاطره. كتبان كتشهي ياكل البنات. البنات ضروري من ندير كسكسو نشارك معكم الحطه النهائيه ها كيفاش جات الحطه. المهم البنات هذه هي الحطه، من بعد ما حطيت خليته كيشرب وجمعت اصلا فاش كنت كنصايف كسكسو كنصايفيه كنصايب وكنحيد ليه الروينه باش ما تبقاش ليه الروينه من ناكلو. من بعد ما حطيته خليته يشرب بما جا كلشي عاد عارفين كتبقاي تعيطي كل واحد كيجي معطل. المهم صافي وجمعت المواعين اللي طيبت فيهم الاخرين جمعت الروينه بغيت نسكت. المهم الدراري كيتسناو باش نعطلو وياكلو.